كورنيليوس في إدريس يعني أنا شخصيا عشان أتكلم عنه سهل جدا لمعايشتي ليه، يعني أنا أعايشه باستمرار من بداية عام 77 بالتحديد يعني. وأنا كنت قبل 77 كنت بكتب النصوص الأدبية للأفلام الوثائقية اللي أنا بعملها، اللي هي عن الصناعة، عن الموسوعة السينمائية للحضارة الفرعونية المصرية القديمة اللي الملاخ سماها فرعونيات درويش. وكنت بكتب أيضا يعني باخد المادة العلمية وأحلونها. أحلونها يعني إيه؟ يعني مثلا إذا كنت بتعمل فيلم مثلا عن العمارة، فنون العمارة، فأنا مرة خدت مادة علمية من الدكتور كمال الدين سابح، كانت رائعة جدا معماريا وتاريخيا، لكن صعب قوي ان المشاهد العادي اللي انا عايز الفيلم يوصل له، لان انا عادة الافلام اللي بعملها يعني بعملها بكاتيجوري انها جمالية، يعني ليست تعليمية وليست تاريخية وليست حتى ولو معمارية. طب هي جمالية، يعني بنقدم العمارة بنقدم جماليات فنون العمارة، أما بنقدم فن تشكيلي الأفلام اللي عملتها مثلا لعبد الهادي الجزار لحامد ندى إلى آخره، بهتم جدا بجماليات التشكيل اللي هم عاملينه، حتى إذا الفنان التشكيلي ما طلعش ولا لقطة في الفيلم. النهاردة بنستكمل موضوع الصالون الشهر الماضي. الشهر الماضي تكلمنا عن رؤية نجيب محفوظ وعرضنا لقطات مختارة من أفلام من روايات نجيب محفوظ، وهي ميرامار والسمان والخريف وثرثرة فوق النيل. النهاردة احنا بنستكمل الموضوع مع شخصية تؤكد شخصية عمنا نجيب محفوظ ولكنها تؤكدها بالتناقض، وهو الكاتب الكبير الموهوب العظيم يوسف إدريس. بالمناسبة احنا هنعرض النهاردة الأول هنعرض النهاردة في الأول مقاطع من فيلم اسمه حلاوة الروح. حلاوة الروح ده عن رواية ليوسف إدريس اسمها العسكري الأسود، أنتجت عام 90، يعني أنتجت عام واحد قبل وفاة يوسف إدريس. الفيلم الثاني اللي هنعرضه النهاردة هو أهم وأشهر فيلم اتعمل عن رواية ليوسف إدريس، وهو الحرام لعمنا المخرج الكبير الفنان هنري بركات. وأعتقد أن يعني الأستاذ عبد العال حيتناول هذا الفيلم باهتمام شوية منه يعني. فدي الأفلام اللي احنا هنعرضها النهاردة. يوسف إدريس بيمثل قيمة عظمى في حياتنا الأدبية والثقافية، لكن ما يميز أعمال يوسف إدريس هو حسه النقدي والاجتماعي الذي لا تخلو منه لا رواية ولا قصة قصيرة ولا مقال ولا عمل مسرحي. يوسف إدريس في إبداعه كان متنوعاً بين الرواية والقصة القصيرة، ما بين المسرح وكتابة فن المقال، لكنه في حقيقة الأمر أعماله عندما انتقلت إلى السينما تركت أثر بالغ في تاريخ السينما المصرية. ولعلنا نتذكر الحرام ولا وقت للحب وقاع المدينة وغيرها من الأفلام. الأفلام اللي قدمتها السينما المصرية عن أعمال يوسف إدريس الروائية وقصته القصيرة تبلغ 16 فيلما، لكن أشهرهم على وجه الإطلاق الحرام لا وقت للحب، قاع المدينة بما فيها حلاوة الروح اللي أخرجه الفنان الصديق أحمد فؤاد درويش. في هذا النهاردة بنتعرض
أعمال يوسف إدريس من خلال حلاوة الروح وفيلم الحرام إخراج بركات. كل الاستفتاءات اللي عملتها الحركة النقدية في مصر عن أهم 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، عادة نجد فيلم الحرام حاضر بقوة وبوضوح. ما يميز إدريس هو وقوفه أمام التفاصيل باعتباره كاتب قصة قصيرة أكثر من كونها روائيا. الأمر الثاني أن يوسف إدريس كان حتى في أجندته التي كان يكتبها كل يوم ثلاثاء على صفحات دائما هو حاضر بحسه الاجتماعي النقدي الاجتماعي والسياسي. أتذكر أنه يوسف إدريس كان في فن كتابة المقال كان أجمل ما كتبه بجوار مقالات زكي نجيب محمود ولويس عوض. يوسف إدريس قيمة عظمى في حياتنا الأدبية والثقافية، وهو حاضر حتى هذه اللحظة بأعماله الروائية وبقصصه والرسائل العلمية التي أنجزت عن أعمال يوسف إدريس في الجامعات العربية بلا استثناء وفي كبريات الجامعات الأوروبية حتى هذه اللحظة تشهد له بالامتياز وبالخصوصية والتفرد. يوسف إدريس ألف سلام ألف تحية، ولا يمكن أن تتوقف الحياة الثقافية والأدبية عن الاحتفاء به. كنت زميل للمخرج أحمد درويش من أيام النغراشي، وهو كان طول عمره رجل وطني ومثابر ومكافح وقارئ جميل، وكان ماسك الإذاعة في المدرسة، وبعدين أول ما تخرج عشق السينما طبعا، وقرايبه كانوا سينمائيين يعني، فابتدى يعمل شغل سينما وشغل إعلانات، وكل ما يكون ثروة يعمل بيها فرعونيات، لدرجة أنه كل يعني أحسن حاجة عنده دلوقتي مجموعة الفرعونيات اللي عملها. فالحاجات دي يعني هي أساسا ثروته اللي هو قام بيها وإحنا بنحترمه عشان كده. إلى جانب بقى طبعا هو قصاص وغاوي أدب وكتب حاجات كتير وناقد فني ممتاز. ولا الإخراج كان بيجيب لحضرتك حياة المصريين من اللوحات المنحوتة، واخد بال حضرتك، إلى الكتب، ودارس كويس والأسر كلها، وابتدى يتتبع النيل من منبعه لغاية مصر، يعني ليه مجموعة كبيرة جدا وكلها أحلى من بعضها. وفي الأفلام الرؤية كتب حاجات كتير منها وكان حبيب بقى الدكتور ثروت عكاشة، أول واحد أيده، لأنه كان في عصره كل الفنانين، لأنه كان راجل نابهة يعني الحقيقة، فكان هو اللي اداله البوش ده وشجعه وبقى أحمد فؤاد درويش. النهاردة جاء أحضر محاضرة مهمة جدا عن المفكر والكاتب المصري والعربي يوسف إدريس. كان من أحسن الكتاب اللي عبر عن الواقع المصري ببساطة وبتلقائية، وأنا بخصوص تخصصي اللي هو العمارة والتخطيط، فالعمارة في السينما بتعبر عن التاريخ، بتعبر عن تاريخ العمارة في مصر من قدم الأزل، يعني من أيام الفراعنة للنهاردة. ففي أغلب القصص اللي كتبها يوسف إدريس زي القصص اللي حصلت في الريف المصري كان واضح فيها العمارة المصرية، وهكذا في الحاجات اللي تمت في المدن الكبيرة في مصر. نقدر نتكلم كمان عن العمارة ببساطة، لأن المخرج الكبير وأستاذنا الأستاذ أحمد درويش عمل كذا فيلم وثائقي عن العمارة والسينما، وكتب كتاب كبير عن العمارة والسينما، فمن الكتب المرشحة للقراءة دائما. يعني أنا مش عارف إيه تاني يتقال عن العمارة أكتر من أنك أنتوا لازم تتبعوا وتفندوا الإحساس بالعمارة والسينما مع بعض والخلط اللي بيحصل بينهم يعني.